قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري إن تمكين النساء اقتصاديا وسياسيا والمساواة بين الجنسين من أكبر الأولويات في الحكومة. جاء ذلك خلال مشاركته في حفل التخريج 8 للمستفيدين من برنامج تعزيز القيادة والإرشاد لمنتدى نساء العالم، والذي دعم هذا العام بناء قدرات 30 امرأة يعملن في وظائف حكومية وطور من مهاراتهن القيادية والإدارية ومكنهن من الحصول على مواقع عمل أعلى في مؤسساتهن. وأكد الوزير ضرورة توفير تعليم ذو جودة وتدريب والقيام بتشجيع التطوير في الأعمال المملوكة للنساء ومحو الأمية المالية والتطرق لصحة النساء بشكل شمولي، حيث تم تنفيذ برنامج تعزيز القيادة والإرشاد من خلال منتدى النساء العالمي خلال السنوات 9 الماضية بدعم من الحكومة الكندية، حيث تم من خلاله تدريب أكثر من 160 امرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والقضاء والتمريض والتعليم وغيرها.